خطأ في الصلاة يقع فيه كثير من المسلمين، وللأسف الخطأ ده قد يجعل صلاتك غير مقبولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بكم. وزي ما اتفقنا مفيش مسلم ما بيصليش، الصلاة أهم حاجة في حياة كل مسلم فينا، تركها كبيرة من الكبائر، ولو صلاة واحدة أخرج عن وقتها، ظهر أصلي في وقت العصر ولا مغرب أصلي في وقت العشاء، كبيرة من الكبائر، وأوعى نعمل كده. طب إيه هو الخطأ؟ مش عايزين نقع في هذا الخطأ عشان صلاتنا تبقى مقبولة بإذن الله. تعالوا نتعلم بعض القواعد اللي تساعدنا نفهم الخطأ فبالتالي ما نقعش فيه. قراءة الفاتحة عند أغلب أهل العلم هي ركن من أركان الصلاة. يعني إيه ركن؟ يعني لا تصح الصلاة إلا بيه، لازم أكون قرأت الفاتحة. وقالوا إن ده في حق الإمام والمنفرد اللي بيصلي لوحده أو اللي بيصلي إمام بالناس. ولكن اللي بيصلي المأموم اختلفوا فيه بقى على أقوال كثيرة، اللي منهم قال إنه في الصلاة السرية أو الجهرية يبقى الإمام بيقرأ لكن المأموم مش مشكلة إنه يقرأ، في قال لأ يقرأ في السرية والجهرية، في قال لأ لا يقرأ في الجهرية ولكن يقرأ في السرية. أي حاجة أنت بتاخد منها من أقوال أهل العلم بإذن الله صلاتك مقبولة والدنيا تمام. ركز معايا بقى في فكرة الإمام والمنفرد. أنا دلوقتي هقرأ الفاتحة، لازم أركز إني أقرأ الفاتحة قراءة صحيحة ما فيهاش لخبطة. يعني إيه ما فيهاش لخبطة؟ يعني لا أغير المعنى، إن أنا مثلا أقوم قايل بقى صراط الذين أنعمت عليهم يا رب، لا أقول أنعمت عليهم فبقيت أنا، مصيبة دي ماشي. أو إني آكل حرف، وده مشهور في الصلاة الإيه؟ السرية، الحمد لله رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين، اللي هي أنا أكلت حروف وغيرت معاني وعملت كل حاجة. وده بيفعله كثير من الناس. أنا أحيانا واحد يبقى واقف بيصلي يقرأ الفاتحة، من كتر سرعته في النزول للركوع ساعتها أقراها معاه لأني ما لحقتوش، يعني أقرأها بأقصى سرعة ألاقيه سجد وأنا لسه في نصها مثلا، أو ركع قصدي وأنا لسه في نصها. يعني أنت لحقت تقراها إزاي يا بيه؟ أنت أكيد ما قريتهاش. ففكرة إن أنا آكل من الحروف أو إني أبدل حرف مكان حرف، وإن كان العلماء تساهلوا في الحروف المتشابهة يعني زي الضاد والظاء مثلا، ففي ناس اللي هي اللي عندها شيء من اللهجات أو كده، ففي الأشياء القريبة من بعض دول يعني بعض أهل العلم تساهل فيها، قال خلاص الحروف القريبة من بعض بإذن الله معفو عنها. ففكرة إن أنا أقرأ الفاتحة قراءة صحيحة هي ركن من أركان الصلاة اللي لو ما حصلش تبطل الصلاة لو أنا عملت كده. وخدوا بالكم بس عشان آبائنا وأمهاتنا الطيبين الجمال، الكلام ده في حق من إذا علم تعلم، يعني اللي أنا جيت أعلمه كده إزاي أقرأها صح ومخارج الحروف وكده ففعل، يبقى ده لازم ياخد باله ويقرأها صح. طيب واحد بقى يعني لم يؤت من العلم الكثير أو خلاص كبر في السن أو لدرجة إن أنا يصعب عليا إن أنا أعلمه القراءة الصحيحة 100%، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وصلاتك صحيحة بإذن الله وربنا يقبلها. فنصيحتي لإخواتي الطيبين، القراءة سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية بالراحة، تلذذ بالفاتحة، ده كلام ما بينك وما بين ربنا. أنت لما بتقول الحمد لله رب العالمين بنص الحديث القدسي اللي علمه يعني اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فتاخد بالك من إيه؟ من القراءة وتتلذذ بيها، وإنها كلام ما بينك من ربنا، فربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك الفاتحة وبإذن الله يتقبل منك صلاتك كلها. فخد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فلازم نقرأ الفاتحة قراءة صحيحة. أنصحك اسمع قراءة من الشيخ الحصري ولا من الشيخ المنشاوي واحدة واحدة، وقلد لغاية ما تلاقي نفسك بتقرأ قراءة مية مية، وحافظ عليها في صلاتك وربنا يتقبل منه ومنكم بإذن الله. ركز متقعش في الغلط ده. أحبكم في الله، أشوفكم بكرة بإذن الله. تابعوا هاشتاج الساعة 7 تلاقي كل الفيديوهات، تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل شير في الخير وتدعي على خير في حاله. أما حتى تدعمنا على باتريون يمكن تدعم في أول كومنت على الفيسبوك في الديسكربشن على اليوتيوب. كان معكم أمير منير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.